السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم السياسة في المضيف متأثرا بخاله وأبيه. كتب أول قصيدة وهو في المرحلة الابتدائية متأثرا بأحداث بورتسموث عام 1948. عاشق عبد الناصر حد الوله. هجا ميشيل عفلق شعرا ومدحه شعرا. تهكم على صدام وسجن في الأمن العام. إنه عاد تكليف الفرعون السياسي والمحامي والكاتب والقومي. مرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا بالمشخاب مضيف. نعم. يحضره الفريق مزهر الفرعون خال عاد الفرعون ووالده تكليف الفرعون من وجوه الفرات الاوسط المعروفه. انت طفل شو تسوي بالمضيف؟ كنت اسمع الاحاديث التي تدور واتاثر بها. هذه الاحاديث كانت أكثر ما تدور حول السياسة، كيف نشأت الحركة القومية في العراق وكيف اتصلت بالأقطار الأخرى في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، ومن هم الأشخاص الذين كانوا يتصلون بزعماء تلك البلدان. هذه كنت أسمعها بالتأكيد. هذه كانت تدور بالمضيف؟ في المضيف. شيخ جواد الظالمي وهو رجل ضليع في الأدب والتاريخ معمم، وأخوه شيخ عبد علي كذلك مثلك شاعر وأديب وبحاثة، وسيد نوري شمس الدين وفريق مثل الفرعون خاري والوالد، هؤلاء كانوا يتحدثون عن الحركات القومية والوطنية في عهد الأتراك ويؤكدون بأن الجانب القومي كان مستعرا حتى في عهد الدولة التركية العثمانية. ما كان العراقيون فقط يفكرون في شأن العراق، وإنما كانوا يفكرون في شأن الأقطار العربية الأخرى. ماذا كانوا يتحدثون عن ثورة العشرين؟ ثورة العشرين يقولون هي مخاض إلى حركة وطنية تمتد إلى ما قبل 150 سنة، عندما تسلط الأتراك على العراق قبل ثورة العشرين ب300 سنة أو أكثر. سنة 1692 للميلاد ثار سلمان بن عباس أمير خزاعة والتفت حوله العشائر العربية وسار يريد تحرير بغداد من الجيش التركي، وأعلن نفسه كملك على العراق. ورسائل التي أرسلها إلى الأكراد كان منها رسالة إلى رئيس الجاف. هذا الكلام قرأته لاحقا أم حفظته؟ سمعتها بالمضيف منهم وحفظته. حفظته. والهوسات تأتيك تدريجيا. أي فمثلا عندما قدم هذا الخزاعي سنة 1692 تلتف حول القبائل والعشائر قرب الحلة، ظهر أهالي الحلة يتقدمهم الملائية ينشدون سلمان قل الغيمة تمطر من جديد، عادت أيام العرب أوعاد هارون الرشيد، نزحف الأرض الفرنجة ونفعل أفعال الوليد. وهنا يؤكدون بأن هارون شخصية مكروهة عند الشيعة والوليد أكره، ولكن هنا الحافز القومي سيطر فخدر طغى على الجانب الطائفي، وهذا هو ديدن العراقيين دائما. وهذا ديدن دائما. ولذلك تلاحظهم يضربون المثل بهارون عندما قال الغيمة أينما تذهبين امطري على أرضي. هنا يطالبون من سلمان أمير خزاعة أن يعيد عصر هارون ويقول للغيمة هكذا. زين، هذا دليل على أي حال هي فشلة قرب المحمودية. جاء الجيش التركي واستطاع أن يفرق. هاي قصص المضيف ولكن بعد سياسي. فالموضوع هو الحادي، يضربون المثل على وجود الحركة الوطنية من قدم. عددوا الثورات العديدة اللي قامت بالفرات الأوسط واللي قامت في جنوب العراق ضد الأتراك، وكانت دائما تنادي بالعروبة. في ثورة العشرين يعتبرونها هي امتداد لهذه الثورة، يعني صفحة من الصفحات اللي بدأت بذاك الأوقات. نعم، وهي مخاض إلى الحركات الوطنية، بدليل أن الهوسات في باب عبد الواحد السكر عندما عرفوا بأن شعلان وبتشون
كسروا عليه السجن وأخرجوه من السجن، والقوات البريطانية لاحقت الظوالم والتفت حول الظوالم قبائل بن حشيم الأخرى ودارت المعارك. صارت الهوسات في باب عبد الواحد السكت تطالب بالزحف، فمثلا هو سرتيب مسر الفرعون وفي أخبار أهل العوجة، أهل العوجة المقصود المنطقة الممتدة من الرميثة إلى الخضر، هاي منطقة العوجة، هاي منطقة العوجة الحقيقية، العوجة تعدل كل عوجة، فهاي منطقة العوجة اللي هي عشائر بن حشيم. وفي أخبار أهل العوجة أجاب محسن السيد علي الياسري ابن أخ سيد نور الياسري، قال له أخبار الريل مقطعين. فأجاب سرتيب قال يا عراق البابك فكينا، يعني فتحنا بابك. فأجاب الياسري والنوب نعود الغرناطة. هذا البعد القومي الغريب أنه يتحدث عن الأندلس وكيف العرب وصلوا إلى هناك بعد أن حققوا سيادتهم في داخل العراق. حسك مشحونة بدلالات سياسية. والنوب نعود الغرناطة. وأجاب سرتيب قال والداخل يتنومس بينا، أي عبد الرحمن الداخل، فأي حس قومي أقوى من هذا؟ هذا حس قومي يدل على أن الثورة لها أبعادها القومية. ثم يأتيك بعد ذلك محمد باقر الحلي، شاعر الشاعر الأول في ثورة العشرين، في الشعر الفصيح عندما يقول هم يطلبون على العراق وصاية عجبا فهل أبناؤه أيتام؟ فليحيى عبد الله فهو لشعبنا ملك ووالده الشريف إمام. أولا يدرك تمام الإدراك أنه شريف مكة رجل حجازي، إذن الثورة عبرت الجانب الإقليمي للعراق ونادت بملك من غير العراق لأنه عربي، وهذا دليل على القومية. ثانيا أن الثورة اجتازت المذهبية، الثوار كلهم من الشيعة. هذا وعي بالفطرة لو وعي بالمعرفة. نعم هذا وعي بالمعرفة أجل أبو الفطرة. لا هذا هو، هذا رجل، لا لا هم الوعي العام، يعني هذا تراكم الوعي عند الناس ولا بالوظائف. إيه إيه؟ بالمعرفة بالقراءة لو بالفطرة. لا والله بالمعرفة القديمة والمجالس الحسينية اللي يقرون بها القراء كلها فتحت الأذهان. هذه كانت المجالس الحسينية بها بعد قومي أيضا. نعم لأنه يبينون شلون كانت العرب تتعاطى العلاقات في يناتا للتخلص من ظلم الولاة أو من حكم الخلفاء الذين خرجوا عن الخطة التي سار عليها الخلفاء الراشدون الأربعة، وأن الأقطار العربية كان يتصل بعضها بالبعض لهذا الغرض، وكان العرب يؤكدون أن الإسلام نزل في لغتهم ونزل في رجل منهم. خلينا بالمضيف، بالمضيف هذه بحد ذاتها كانوا يرددوها القراء، قراء المنابر. فإذا كانت أكو معرفة بالحركة القومية، يعني كان إحساس قومي محبة للعرب، العرب يشعر بأنه عربي ويريد الاتصال بالعرب. يعني لا هي هو إحساس فطر صقلته المعرفة، هاي بالتأكيد هب كذلك صقلته المعرفة. لكن خلي هنا نقول، لا تسمح لي، هنا نقول محمد باقر الحلي يدرك أن الشريف حسين يتدين بالمذهب الحنفي، ها يعتبره إمام. شوف فليحيى عبد الله فهو لشعبنا ملك ووالده الشريف إمامه، فينادي بإمامة رجل حنفي، بينما محمد باقر الشاعر جعفري، إذن هو تجاوز الجانب المذهبي وأخذ بشمولية الإسلام عندما اعترف بإمامة حنفي. معنى أن الثورة تقبل هذه الروحية، لو كان هناك لها منكر ما استطاع هو أن يقول هذا القول. بني يعربين شعر الآخر، بني يعربين لا تأمنوا للعدا مكرا، خذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرة، ولا يخدعنكم لينهم وتذكروا أضاليلهم في القدس والكذبة في مصر. في مصر شوف هنا أيضا القدس ومصر يضرب عليها أمثلة لأن دول عربية.
هذا شعر شعر ينضح بالروح القومية. بالروح القومية. بس خلينا نرجع للمضيف. تفضل. من المضيف والدك وخالك قدموا على حزب اسمه الحزب البعث القومي. قبل حزب البعث العربي الاشتراك. مؤكد. قبل مش العفلق. قبل بست. منين جابوا هذا المفرد البعث؟ والله هي اقتراح سامي شوكت. اللي اقترح هاي التسمية هم لهم علاقة وصداقة مع سامي. وسامي كان ينادي بالجانب القومي. سامي شوكت من اجتمع وقالهم حزبنا قومي ولازم نختار له صيغة قومية. فتم الرأي والاتفاق على أن يكون اسم البعث القومي. قدموا طلب رسمي واكو عدة مؤلفات بهالصدد بتذكر رفض الوزارة إلى إجازة هذا الحزب. الحزب باسم من تقدم؟ باسم خالك لو باسم أبوك؟ سامي شوكت، فريق مصر الفرعون، تكليف مبدر الفرعون، عبد اللطيف القصير، الدكتور خزعل الخضير، الدكتور عرفت مصطفى الخليل، الدكتور مصطفى الخليل عرفت الدكتور مصطفى كامل ياسين، مجموعة من المثقفين آخرين ربما ناسي أنا بها أشخاص آخرين. قدموا لوزارة الداخلية كم؟ وأغلب شباب البعث اللي صاروا بالبعثين كانوا شباب هذا. قدموا لوزارة الداخلية؟ إلى وزارة الداخلية. من كان الوزير؟ سعد صالح. رفض. رفض، قال رأيت منتسبين كثيرين من رؤساء العشائر في هذا الحزب. الحزب. فإذا أجزته وخالف القانون وخرج عن المعقول وأردنا أن نغلقه راح نخلق لنا مشكلة عشائرية أو عصيان. في حين أستطيع باقي الأحزاب كل حزب أسده بشرطيين وشمع أحمر. هذا كان كلام سعد. يعني رفضه لخطورته معنا. ورفضه. رفض إجازة الحزب هذه القضية. ولكن الوالد سابقا كان بحزب الوطني مال جعفر. جعفر بالتمن. بالتمن. وبعدين إجا هذا التقديم بهذا الحزب ما صار. بعدين صار عضو بالهيئة العليا لحزب الجبهة الشعبية. زين أنت تقول والدك قايل كلمة مش العفلق أخذها من عنده. بالتأكيد. يعني شلون مش العفلق ياخذها؟ الوالد كتب مقالات موجودة. منشورة. منشورة في جريدة البعث القومي. جريدة البعث القومي. ولو كان بارش أنا طلعتها لك ولكنما ما أقدر أدور. جريدة البعث القومي. جريدة البعث القومي. صاحبها سامي سنة 46 طلعت. بالعراق صدرت. بالعراق موجودة سادات. القومية العربية ماضيها وحاضروها. كتب إيش مقال؟ مقالات حلقات متصلة عدة حلقات. تكليف الفرعون. بقلم الشيخ. تكليف مبدل الفرعون هو عضو الهيئة المؤسسة لهذا الحزب اللي ما أجيز. قال شنو الكلمة اللي عفلت؟ قال نصا قال كان محمد كل العرب فلتكن كل الأمة العربية اليوم محمدا. بعدين هاي العفلق هاي المصيبة. هاي هنا المصيبة أنه بيشيء العفلق في كتابة إما ذكر الرسول العربي ذكر وإما الرسول. في سبيل بعد واحدة منها ذكر الرسول مذكورة هاي من غير ما يذكر بأنها لغيره وأنه يؤيدها ذكرها كأنما إلى رفيد قال هاي الكلمة رويت ولأن شخص مشهور وعنده حزب والحزب به منتسبين كثيرين. وانتو خفت تقولون هاي مال شاعت هاي الكلمة ومشت إلى ميشي. وانتو خفتوا بعدين تقولون هاي مو ميشي العفلق؟ نعم خفتوا ما تقدرون تقولون مو ميشي العفلق. بذاك الزمن ما نستطيع ما نقدر. والوالد توفى وراح توفى في 15/1/58 الوالد وفاته قبل 14 تموز. وكل ما هنالك أنه الوحيد اللي كان يعرفه للوالد عبد الله سلوم السام الرأي يعرفه شايفه بالجريدة هاي الكلمة شايفه بس عبد الله ما قدر يقول بلعها. قال لي إلي بهل بيت أمزارني قال لي ما قدر تصطدم قد يكون يقول التقاء خواطر يقول الأشياء يقول ثقافة الإنسان منين تتأتى من قراءاتها العديدة تذوب في ذهنه وبعدين من يكتب ربما يعيد ما سمع من غير ما يشعر بأنه استقاء يستحضر المعلومة فتتحول إلى جملة والجملة تتحول إلى فكرة أو هي تعمل فكرة. هذا عبد الله قال ربما الأستاذ من هالنوع هذا أو ربما التقاء خواطر لا أكثر ولا أقل. أي يقول ما أكو داعي لأن أجي أقول كيت وكيت. هو شو مقتنع عبد الله؟ يقول بأنا قاريها لأبوك يقول قال يا بجاوب بالجديد يقول عجبتني العبارة التي ظلت بذهني
فمن صفتها المشير ذكرت. يعني قالها قبل لا يقولها مشير عاف لقب. قبل ما يقولها مشير عاف لقب سنة. بسنة. أو أكثر. لا أكثر من سنة. أكثر يعني من هذا سنة. الكلام بالستة وأربعين مو؟ بالستة وأربعين هاي اللي بوقع لها وأطلع لك الجريدة وأراوك إياها في يوم من الأيام. راح أفتح وأنت تقدر هسه وين الجرايد موجودة. بالمكتبة الوطنية. نعم. بالوطن سنة 46 جريدة البعث القومي صاحبها سامي شوكت. سامي شوكت. إذا نخلي نروح الفاصل ونكمل مشاهدينا الكرام. نعم. وقت نتواصل مع ضيفنا الأستاذ عاد تكليف الفرعون. حياكم الله من جديد. أهلا وسهلا أستاذ عاد. تفضل. أنت من المشخاب تدرس متوسطة بالحلة. إيه نعم. تروح على البايسكيل شلون؟ بالسيارة. بالسيارة شلون؟ الطرق موجودة كانت مشقوقة. أدري مشخاب وين؟ الحلة وين؟ ها النجف أقرب مكان إن النجف، ولكن الوالد قال النجف فيها ضريح الإمام علي عليه السلام والزيارة مستمرة ذهاب وإياب إلها. ثانيا الموتى موتانا ندفنها بيها، بضاعتنا نسوك منها، فمعناه كل الناس اللي يروحون من المشخاب راح يشغلوك، راح يشغلوه وراح يذهبون الى البيت. شقد مهتم بيك ابوك؟ شقد مهتم بيك؟ كثير يعني نادر اب انا اشوف ابعد ما اكون عن الافتخار، وما احترم الانسان الذي يتبجح بشيء، ولكن ما صادفت لي أب يشجع ابنه على معرفة العلم والدراسة والمواصلة بقدره. ما صادف. المهم نقلك للحلة. وثانيا كربلاء قال بها ضريح الإمام الحسين، زياراتها مستمرة هم تلهيك. الديوانية مركزنا الإداري وعشيرتنا يمشون لهناك هم يشغلوا أشغالهم، هم يشغلوا. الحلة لا بها ضريح ولا مركزنا الإداري ولا بها عرف ولا بها، فأنت روح. نادر يلاقيك واحد هناك اختار للحلة. كأنك هاجرت إلى ديار الغربة. هي هالشكل. وعين لي مدرس للغة العربية، قال له خالد شغل عن دروسه، قال له حتى إذا درجات انخفضت من يعتدل لسانه ويتمكن من الكلام أشوف أكثر نفعا من الدرجات. إيه وكان يطل كل مدرس 20 بالشهر. إذا حررك من اللحن باللغة من هذا الجانب وجعلك قوي من اللسان وفادتني كثير هذه. لكن انت سنتين راس بالرياضيات، شو الفائده؟ بس السادس ابتدائي. ايه بالرياضيات لانه هو كان شو يسوي لك ابوك؟ جاب لك مدرس عربي ومدرس انجليزي. هاي بالثانويه، ولكن بالابتدائيه كان مشغول عني. بالسنه الاولى طلعت اكمال بالرياضيات، امتحنت بالاكمال سقطت. بالسنه الثانيه نجحت بكل الدروس، طلعت اكمال بالرياضيات، امتحنت بالاكمال سقطت. التفت بعدين هو ورا التفات انه جاب لي مدرس اسمه عبد العظيم مجيد عرب لسه اتذكر، وهذا الرجل درسني بلا ثمن ما رضى ياخذ. بدا وياي من واحد زائد واحد من صف اول ابتدائي، اثار الاساسيات ما اعرفهن. من عرفت الاساسيات قضيت بعدك ضعيف بالرياضيات؟ بعدك ضعيف بالرياضيات يعني، ولكن مشيت مشيت. طيب انت كتبت اول قصيده وانت بالابتدائيه يعني ابان احداث بورتسموث 48. اي نعم. يعني بالابتدائيه واحد يكتب شعر؟ انا كتبتها. اي نعم صف السادس ابتدائي وكتبتها. شو قلت؟ اول قصيده لي شباب تلبي نداء البلاد وبالجسر اؤكد ايمانها ونذل اباح حقوق العراق. من تقصد النذل؟ صالح جبر. يعني وان كان سحته وإن كان سحتر. ندمت على ذلك، راح نرجع. ندمت على ذلك. فثار من الظلم بركانها شباب العراق يفديكم وتفديكم سهول العراق ووديانها لشعب فتي أراد الخلاص فتذعر لندن وسكانها. ألا رجعة أيها الخائنون لينطق بالحق قرآنها. وبعد بهذا ما تذكر يعني القصيدة أطول. أي هاي بالابتدائية. هاي بالابتدائية. نعم. هي أول أبياتنا. أول أبيات لي. إيه نعم. في أيضا بالابتدائية أو بالمتوسطة كتبت قصيدة محاكاة القصيدة شوق لأم كلثوم. طبعا. سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها. وجدت مجموعة من إخوان الطلاب جالسين في الكازينو على النهر، نهر الحلة غرب الجسر.
يدون إرسال رسالة إلى أم كلثوم يطلبون منها سلكوا سطلة تغنيها في الحفلة الشهرية القادمة عبر الإذاعة طبعا. عبر الإذاعة طبعا، هي في كل رأس شهر لها حفلة عبر الإذاعة تنقل إذاعيا، تنقل مرة من الأوبرا الملكية يسموها، أو مرة تكون من إحدى السينمات، يأخذون قاعة إحدى السينمات قصر النيل أو ما شابه. على أي حال، فأنا قلت لهم الرسالة ما راح تكون مؤثرة مثل ما يكون الشعر مؤثر. أنت حولت الرسالة شعرا. شعرا، اجعلوني أطلب منها الأغنية تغنيها برسالة شعرية. فكتبت. إذا تستطيع افعل. فأخذت جانب واحدة وكتبت. أخذت آخر بيت من أبيات شوقي. شوقي يقول يا جارة الأيك أيام الهوى ذهبت كالحلم آهن لأيام الهوى. هذا بيت شوقي الأخير. قلت يا جارة الأيك أيام الهوى ذهبت تزيدنا شغفا في القلب ذكراها، تمر والروح ودت لو ترافقها كالحلم آهن لأيام الهوى. هل يعلم الأيك ما تجدو مراشفها، جرت على فم داود فغناها، لو كان داود عزافا بمحفلها ألقى مزاميره الحيرة وحياها. يا أم كلثوم مكتوب بطالعنا أن نستلذ بذات الطوق مبكاها، يا أم كلثوم من فكت عواطفنا بالحزن تشدو ولم تبلغ نواياها، يا سلوة الشرق غني في محافلنا سلو كؤوس الطلا هلا مست فاها. واستجابت وغنتها، غنت وقرأوا الأبيات هذه وقالوا لعاد الفرعون. نعم، باسم الصريح من الطالب في ثانوية الحلة عاد تكليف الفرعون ومن زملائه فلان وفلان وفلان. طبعا انتوا هاي من سمعتوها بالإذاعة. افتخار. كان سالم حسين مسجل حتى الكلام اللي قاله مقدم الحفلة. سالم حسين الأمير؟ الأمير موجودة عنده الله يرحمه. هذه بالمتوسطة؟ اي لا انا بالثانوية. بالثانوية؟ لا بالثانوية. بالثانوية كان أكو أجواء قومية، أجواء سياسية من كنت بالحلة؟ هي لا شك أنه كانت الحركة الشيوعية أقوى، ولكن القوميين كانوا أشد. من الشيوعيين ذاك الوقت وياك؟ والله ولد يسمونه عدنان أحمد، عرفت، كان من الشيوعيين المعروفين. إيه. والبعثيين؟ وبعدين حليم الماشطة. بيت الماشطة معروفين. بيت الماشطة معروفين. معروفين كلهم شيوعي كانوا. وبعدين عامر حسين النقيب بدول السادة الزوامل. يعني أكو حالة احتكاك سياسي. أكو موجودة. في المدرسة. إيه. بس من القوميين أيضا سليم جابر وأخوه عاد جابر الخفاجي. نعم. وموسى القزويني، هذول كانوا انا منضم لهم الى هذول. اي سنه دخلت كليه؟ ونعمه رحيم العزاوي. ها دكتور نعمه رحيم العزاوي ويانا من القوميين كانوا. اي سنه دخلت كليه الحقوق؟ دخلت كليه الحقوق سنه 55. 55 في ذروه تالق عبد الناصر. في ذروه تالق عبد الناصر، باندونغ، مؤتمر باندونغ وسد العالي كذلك. اي، وكانت علاقه البعثيين جيده بعبد الناصر قبل أن يتولون على الحكم في العراق وسوريا. وإحنا كقوميين وإن كنا غير بعثيين كنا نتعاطف مع البعث. ولذلك قلت إن رمت عزة يعرب وسموها فعليك بالبعث الجديد المشرق بالوحدة الكبرى بباعث روحها ميشيل ذي العقل العظيم المغدق. مش مدحت ميشيل عقله؟ هذه بذاك الزمن طبعا. هاي مهرجان هذا شنو؟ ها؟ قريتها مهرجان لو كتبتها نشرت؟ لا مو مهرجان، كتبتها وشاعت بين الطلاب. كنت مغرم بعفلة؟ مو مغرم، مدحته لأن شخصية قومية. لا، لأنه يحب عبد الناصر. أنت تعتقد كان يحب عبد الناصر؟ أنا ومن يحب عبد الناصر؟ أيد عبد الناصر. أنت تحب عبد الناصر وتحب؟ أنا أحب عبد الناصر، أعتبره كإمام قومي لي. تحبه وتحب من يحبه؟ هاي بالتأكيد قياسي. من لا يحب عبد الناصر لا يمكن أن يكون وطني ولا يمكن أن يكون قومي. كنت وما زلت؟ ولا زلت طبعا. يعني أنا أعتبر عبد الناصر ذات مقدسة، لأن عندي قناعة كاملة بنقائه
وعندي قناعة كاملة بصدقه فيما طرح. هسه هاي نرجع لها بعدين نناقشك عليها هذه، بس القضية المهمة. ايه صرت قومي بعدين، دخلت بتنظيم قومي. نعم، في الرابطة القومية كنت مؤسس. اللي رئيس الرابطة القومية كانت صدى لسياسة الجمهورية العربية المتحدة، تأسست في دار رشيد عالي الجيلاني، أنا وهلال ناجي وهشام الشاوي وفوزي عبد الواحد والدكتور محمد نوري كاظم وخالد الضايع وفارس ناصر الحسن وعبد الرحيم الراوي. ذول الهيئة المؤسسة. المؤسسة طبعا اكو غير بواية بعدين. زين شنو رابطة قومية وحركة قومية وتاخذون توجيهاتكم للسفارة المصرية؟ لأنهم معتقدين ان انطلقنا مما يلي، ان اي أمة من الأمم منقسمة الى اقاليم ودويلات لا يمكن ان تتوحد ما لم تنبري احدى هذه الاقسام وتكون قاعدة لدعوة الأجزاء الباقية إلى الوحدة. يعني ما تعتبروها عمالة. اسمح لي، وأن يكون على رأسها رجل مخلص. قلنا المصادفة العجيبة هي اللي جعلت الرجل المخلص على رأس أهم قطر من أقطار الوطن العربي وهو مصر. هو المنقذ هذا الطوطم عدكم. فمجيء عبد الناصر إلى قطر مهم يقع على البحر الأحمر والبحر الأبيض ومساحته كبيرة وثقافة ذواته كثيرة، نعم، وإمكانياته أكثر من إمكانيات غيره. هذه من المصادفات النادرة واللي يتمناها كل مخلص. وعليه يعني هاي يعتبروا القدر جانب يجوز. وعليه فمثلا إيطاليا اعتبرت بيدمونت هي القاعدة الأساسية للوحدة، ما استطاعت الأجزاء الأخرى أن تتوحد إلا عندما تزعمت بيدمونت هذه الحركة، وجاء على رأس مثل بيدمونت كافور الوزير المشهور والصحفي، وبعدين غاريبالدي القائد الكبير. فغاريبالدي مثل كان في إيطاليا كظهور عبد الناصر في مصر. كذلك الوحدة الألمانية ما تمت إلا بواسطة بروسيا اللي صارت القاعدة الأساسية الجزء القاعدي. بس التجارب ما تترحل على بعضها بالسياسة. التجارب دائما الوقائع دائما تطي أدلة وتطي أضوية. وبعدين مثلا استطاعت بروسيا أن تجمع بقية الولايات الأمريكية وتكون الوحدة الأمريكية في قصر فرساي بعد انتصارها على نابليون الثالث في حرب 70. كذلك ينبغي أن يكون جزء قاعدي للوطن العربي وعلى رأسه مخلص، وهذا حدث في مصر. الخروج عن سياسته عرقل لهذه الوحدة. ينبغي الائتمار بأمر هذا القيادة ما دمنا مؤمنين بإخلاصها، وما دمنا مؤمنين بإمكانيات الجزء الذي يتولاه هذا المخلص. هذه أبحاث طويلة طالت في بيت رشيد. لا أصل المهم تعليماتكم تأخذوهن السفارة؟ بالتأكيد، وكنت أقدم التقارير آني لمن السفارة؟ للسفير، وكذلك عدنان الراوي. من السفير كان؟ الراوي عرفت كان هويدي، أمين هويدي. أمين هويدي. و قدموا له تقارير سرية عن البلد؟ البلد شنو التقارير عن وضع الاقتصادي الاجتماعي تصرفات الوزراء الغير مخلصة. يعني هي مو تجسس؟ احنا ما نعتبر نفسنا عراقيين، كنا نعتبر نفسنا عرب، والعراق جزء من الوطن العربي. طيب علاقتنا بنجد والحجاز واليمن ومصر ما تختلف عن علاقتنا بالعراق. فإذا أساءت حكومة العراق نعتبرها إساءة لهذا الوطن الكبير. إحنا لو كنا وطنيين عراقيين تعتبر خيانة. إحنا ما كنا نتجسس لمصلحة ذاك الجزء، وإنما نذكر الهينات والسقطات اللي عذوله. إذا هو سيء إذا ما يستحق أن أستر عليه. إحنا نظهر لهم أولا الواقع الاجتماعي في البلد. كل محافظة يكلف واحد من عندنا كتاب تقرير عن إمكانياتها الاقتصادية مواردها. بس مهما تكون الروح القومية والرؤية القومية يبقى بلدك الأم هو البلد العايش به. هذه ما يفرق عندي ما دام أنا قومي. طيب ليش تنتقدون الشيوعيين؟ الشيوعيين برؤيتهم الأممية يعتقدون أنه ما عندهم بلد. خلاف كبير. لا ما عندهم. ولكن إحنا عندنا بلد، الوطن العربي بلدنا. هم يعتبرون العالم كله بلدهم. هذا غلطة. شوف يقول، اسمح لي، يقول
مؤلف كتاب فلسطين والضمير الإنساني، بعدين أتذكر اسمه، يقول متى تم تلويظ العامة من الناس على حب الإنسانية كبديل عن حب الوطن والدين والقومية فقد بلغت الصهيونية العالمية مبتغاها. وهذا شنو يعني آية مقدسة؟ هذا هذا الشيوعية، هذه من جملتها الشيوعية، هي بنت الماسونية. زين شلون كنت توصل تقاريركم وتروحون لسفارة تنطوها؟ اي طبعا التقارير شنو، ما كانت قال فلان وحشى فلان، اشياء موضوعية. اولا القوى العسكرية بها فرقة تتمثل، وشنو الضباط بالوحدة العسكرية؟ يعني تطلون معلومات عن الجيش؟ اي طبعا نطلع معلومات، هذا بشيوعيين فلان فلان فلان، الضباط القوميين فلان فلان فلان، عرفت؟ اذا اتصل بيكم الضابط الفلان ديري بالكم ترى مسوس هذا الشيء. يعني لو عبد الناصر ارسل جيش للعراق حتى يسقط نظام الحكم انت مع الجيش المصري؟ طبعا بالتاكيد، عرفت؟ احنا نعتبر هذا الجزء الحكومه القائمه في المكان الذي نعيش فيه معوقه للوحده العربيه وخائنه للامه العربيه، فلذلك نندفع بضمير نقي، ما كنا نشعر بان احنا مسيئين الى شنو. نوع الدعم اللي تقدمه السفاره؟ نعم يعطوكم فلوس ولا من كيسنا؟ يشهد الله بان ما تقاضينا فلس احمر من الجمهوريه العربيه، وانا اقسم بالله بشرفي فلس احمر ما، كلها من تبرعات الاعضاء ميزانيتنا، عرفت؟ ابدا، وحتى هم ما طرقوا هاي. اجهزه الامن ما كانت ترصدكم؟ ها اجهزه الامن ما كانت ترصدكم تروحون للسفاره تقدمون تقارير؟ ما لذلك شرد هشام الشاوي وشرد عدنان الراوي نهزموا وشرط فاضل المشهداني وآن ستر علي رويتر خليل إبراهيم حسين رويترز. إيه؟ خليل. نعم. رويتر خليل رويتر كان مدير استخبار، عام مدير استخبار، هو ستر علي أنا وعلى الدكتور صالح المطير وعلى الدكتور الربيعي محلل كيمياء ونسيت اسمه، حسن الربيعي محلل كيمياء، وهواي احنا فاتوا ويانا بالرابط، هذولك حديتهم لك المؤسسين. منو خرب مشروع الرابطة القومية؟ نعم منو خرب الرابطة القومية؟ والله هشام الشاوي معنا صديق الحميم. ليه؟ هشام كان شجس الطبع مع الآخرين، مرونة ما عنده، كان ما يفتح لي عدنان الراوي لأن شخصية عدنان كانت أبرز وكان مقبول عند مصر أكثر منه. اتناحر ويا عدنان الراوي غاية المناحرة وتعادوا يا، وبعدين نتيجة لهاي المناحرة مع الأسف أنا وشاب كشف الخط العسكري للرابطة. وين كشف؟ أمام الحاضرين كلها، بينما عدنان كان مستتر عليه بس هو. كشف بقصد؟ والله بدافع يعني أقوله بصراحة بدافع الحسد لعدنان. ومن بالخط العسكري كان؟ واي بيعسكر عدنان موصل لي عدنان تمام لقب الراوي بس هو من راويين مصر، موصل راوي موصل لي مو من راوة ترى تمام أصل راوي ولكن من الراويين المستوطنين في الموصل من 200 سنة، فكانت إلى علاقات ويا الضباط، أخو ضابط استشهد بمال الشواف، عرفت شلون؟ خلاص نرجع لمال الشواف. إيه؟ بعد ما كشف الخط العسكري اعتقلوا مجموعة من الضباط. مو اكتشف أمام الحكومة، أمام أعضاء الرابطة. عدنان كان ما يريد حتى أعضاء الرابطة يعرفونه، يقول شنو اللي يأكد لي أنه عضو الرابطة ما يطلع منها في يوم من الأيام وينوتر ويذيعهم، كان يريد يبقى بس هو يعرفهم. هذا الرجل نتيجة الملحة ونتيجة الكذا أدى بهذا الشيء وخرب الخط كله. وانكشفت؟ انكشفت لا، وطلعت وتركت العمل ماكو شيء، وبعدين انحلت. فأنا أعتبر الرابطة كان أدى دور كلش مهم لو ما أعمال له هشام الشاوي. هشام شاغب كثير وحارب وعادة. إيه إذن جملة برأس السطر، رابطة أسسها عدنان الراوي وهدمها هشام الشاوي. الشاوي إيه نعم، نقطة رأس سطر. بالتأكيد. فاصل ونرجع مشاهدينا الكرام. yeah. وقفة ثانية ونتواصل مع ضيفنا الأستاذ عاد الفرعون. حياكم الله من جديد أستاذ عاد الفرعون. ذكرتني وأنت تتحدث
ثورة الشواف 59. نعم. بس قبل ثورة الشواف، قبل ثورة الشواف أنتم قوميين وأسستوا الرابطة قبل 58 صحيح؟ لا، بعد 14 تموز. بعد 14 تموز في 23 آب، يعني 58 23 آب 58، يعني بعد 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 شهر، شهر تقريبا وشوية. شنو كانت الأجواء تسمح بهذا؟ يعني مساحة الحرية تسمح لكم الواقع أنه عدنان الراوي تفاهم مع رشيد علي القيلاني. رشيد علي القيلاني شاف الخط الشيوعي قوي ولاحظ أن الشيوعي فأراد أن يجد مكابح، هذه هي، لاحظ بأن الشيوعي التفوا حول عبد الكريم قاسم وبدأوا يبرزوه حتى يضيعون اسم عبد السلام القائم بثورة عبد السلام. هاي بس أنا منتين منها. هذاك أنتوا قومين تقولوا، اسمح لي أعطيك أدلة، أعطيك أدلة. أولا عبد الكريم آمر اللواء 19، عبد السلام آمر اللواء 20، آمر فوج باللواء 20. اللواء 20 كان قائده أحمد حقي محمد علي، الزعيم الركن أحمد حقي محمد علي قائد اللواء 20. يتكون هذا اللواء مسعود. ليش اذا عبد السلام قائد الثوره ايش معنى هالقد متسامح خلى عبد الكريم قاسم يصير رئيس وزراء وهو يصير وزير داخليه مثلا؟ ذاك باعتباره على رتبه منه، وذاك هو ادخل بحلقات الضباط الاحرار، كان نفسيا مقبول عنده، استطاع ان يسيطر عليه عاطفيا. حتى هذا تفسير سيكولوجي مو تفسير واقع. عنده شيء، انت عندك دليل تفسير سيكولوجي. ذاك لواء كامن في الجلولاء. هسه خلينا من سوى ثورة مو مشكلة، بعدين أنتم جندي واحد من لواء عبد الكريم ما ساهم بالثورة بالانقلاب، فقط لواء العشرين اللي آمر فوج بي عبد السلام، وعبد اللطيف آمر الفوج الأول، عبد السلام آمر الفوج الثالث، إنه بآمر الفوج الثاني كان ويا الحكومة. بس عبد السلام لم يعرف مخططا، ولم يعرف سياسيا كفوءا، ولم يعرف خطيبا، ولم يعرف جريء. هي مسألة الجرأة، هم يقولون الثورة يقوم بها المجانين. أدري هاي مو ثورة، مو يعني مو مال 14 تموز يقوم بها المجانين. اسمح لي، أولا ذاك ديش اللحظة الحساسة الحرجة بتاريخ العراق. إيه، وصدام حسين اعترف لاحقا بال95 بجلسة خاصة قال ثورة العراق أصعب من ثورة مصر، ظروفها أصعب. إيه؟ من ثورة مصر أصعب من ثورة 52. أولا أربع رصاصات عند كل جندي، أربع طلقات أخذها من التدريب والمناورات اللي يقوم بها الجيش اختزنها. كل جندي عنده أربع طلقات. اثنين اللي قاموا هو كلهن ثلاث أفواج. ياسين الحاج رؤوف قائد الفوج الثالث عصى، شتفوه حطوه جوه وذبوا عليه شادر. أقول لك هسه ليش تدافع عن عبد السلام؟ وعبد السلام بعدين حتى الوحدة ما سواها هو عبد الناصر. تسمع لي، أنا أقول لك في بالنسبة لذاك الظرف التاريخي بعد النظر عما كان، أنا أقيم واقعة تاريخية معينة، أنه دخل بغداد وذاك بجلولاء، ذاك هو ولواء بجلولاء، واللواء عبد السلام هو اللي دخل بغداد، وهو اللي سيطر على الإذاعة وعلى المواقع العسكرية. زين، شو وقت فكرتوا تطيحون بعبد الكريم قاسم؟ نعم، شو وقت فكرتوا تزيحون عبد الكريم قاسم؟ فكرتوا لما شفنا خطبة ما بيها روح وحدوية. خطبة شنو قوي؟ يعني الخطبة اللي لقيها يعني الجمهورية العراقية الخالدة، يعني معناها إلا لا بتبقى خالدة. يعني اللي يصير بجيب عبد الناصر إذا ترتاحوا؟ إحنا مو بجيب عبد الناصر، من ينظر إلى أن الوحدة غلبة وانتفاع قطر على حساب قطر غلطان في رأينا، هي تصحيح أوضاع خاطئة. الوضع الخاطئ وتدريب. شنو دوركم ودور مصر في ثورة الشواف؟ مصر لها علاقة بثورة الشواف، بس على أقل ودعم كامل لها. أيضا دعم، ولكن الثورة ما قامت على أقدامها من تمام حتى يسرعون بيبتها. وأي ثورة ثبت خارج العاصمة ما يكون من نصيبها النجاح. البيانات انكتبت ببيتي. بيان الشواف؟ اي نعم، بيتي كان اللي صار بعدين مطعم الأردن إذا تتذكر، ركن من تعبر جسر القطار من هذا صوب الكرخ تعبر إلى ذاك جسر الصرافية. تقصد الصرافية ركن منه، وتريد يمنى تمشي الباب المعظم، يسرى تمشي للعظمية، قبل تروح للوزير، يا ركن صاير هذا بيتي. فهناك رمز العمري
قاعد، وعدنان الراوي نعم، وفوز عبد الواحد، وسعد الله الراوي أخو عدنان إجا أخذ البيانات. انكتبت من حررها؟ رمز العمري وعدنان الراوي هم اللي حرروها. كتبوها قبل لا تبدأ الثورة؟ تمهيدا لها أرسلوها إلى الشواف قبل يومين منها. يعني تدرون أنتوا قبل يومين؟ تدرون قبل يومين ندري. من بلغكم السفارة؟ بلغتكم المصرية؟ لو لا، سعد الله جانا البغداد لأخو عدنان وقال. السفارة كانت تدري للأمانة؟ تدري. لا تعرف. تعرف؟ إيه تعرف. أنا محول لها مرتين من السياج الخلفي. شو محول لها؟ محول لها ومفاوضها بأنه الحركة راح تبدأ. أنت جد؟ أنا قلت لهم إيه، قلت لهم سعد الله إجانا، فشفت من وجوههم أنهم يدرون، ما قالوا لي نعم، وإنما بفراستي عرفتهم يعرفون. من شفته؟ هويدي نفسه؟ نعم. هويدي شفته؟ أمين هويدي نفسه؟ لا لا مو أمين هويدي، أمين هويدي بعد ما جاي. لا مو أمين هويدي. لا أمين بعد، أمين بعدين لاحقا نجا صحيح. لا لا إيه، سيد أبو زيد المسؤول الملحق الثقافي السياسي، إيه، وأمين يسري، ذولا شفناهم كانوا موجودين بالسفارة. إيه. زين خلينا من الحسن المعتقد القومي. هذا بالعلاقات بين الدول ما يسموه تآمر؟ دولة تتآمر على دولة؟ سفارة تكون وكر للإطاعة؟ وإذا كانت الدولة منحرفة وخارجة عن الخط الذي تريد الدولة الكبرى، العرب يريدون وحدة، وهذه الدولة تبقى التجزئة، هي ما متقابلة على الدولة، متقابلة على الحكومة. يعني على هذا الأساس إذا نمشي على هذا النمط، لازم كل الحكومات السابقة بالعهود الملكية لازم ما نشتغل ضدها مثلا، يعني بينما كانت حكومات فاسدة وضالعة. يعني العهود العهود اللي جت بعد العهد الملكي كانت صالحة؟ لا احنا نقول هذه هسه ما تندم هاي اللحظة على العهد الملكي؟ بعد العهد الملكي اجى عبد الكريم يريد ابقاء التجزئة، احنا ضد التجزئة، نريد وحدة قومية عربية، والدول العربية تتوحد في بس دولة. بس يقال أيضا، يقال أنتم لكم دور بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم. إيه نعم، إحنا أولا فكرنا في هذا قبل ما يعرفون البعثيين. الغلطة الوحيدة أنه هشام أبلغ البعثيين بأنه يريد مساعدتكم، إحنا راح نقوم باغتياله. البعثيين ما عجبهم هذا الشيء، لأن البعثيين من أبلغ من البعثيين؟ نعم، لمن أبلغ من البعثيين؟ أبلغ فؤاد. فؤاد ركاب؟ إيه نعم بالتأكيد، إيه أبلغ فؤاد. البعثيين عندهم خطة انقلابية، خشوا أن الرابطة إذا قامت بها ما عندها خطة انقلابية، تصير فوضى. وهم وهم محقون بذلك. ربما محقين، أنا أشوف لين حق أقول إيه. فصدر إلقاء قبض على هشام الشاوي. منين؟ من الأمن العامة. البعثيين سربوها وشو؟ هم نفسهم بالتأكيد هم وصلوا. وشاية بعثية؟ أنا أعتقد هالشيء. شرد هشام طلع وعدنان شرد. عرفت شلون؟ ذول اثنين طلعوا. كنتم هين أسلحة؟ أسلحة سلمناها. لمن؟ سلمنا الأسلحة مولانا إلى المجموعة اللي كنت تنفذ من العزاويين. من جماعتكم؟ من جماعتنا إيه، بعثي رابطين. أنا جبت لهم رشاشتين، ولكن من الديوانية جبتها؟ بناك من المشخاب جبتها، ولكن خليل إبراهيم حسين ستر علينا بكل قوته. ليش؟ متعاطف روحه قومية؟ كقومي، وإذا كان يأيد الرابطة، مو رابطة بس يأيدها. وحتى المرحوم طبقشلي ناظم كان يتعاطف وياها، كان يودينا رشادات أيضا. بس البعثيين بثوا دعاية كبيرة أنها ضئيلة وصغيرة وأنها غير قادرة على التحرك من هيك نوع. فعلا توين قاعدتكم الجماهير؟ ايش قد عندكم؟ 1700 يا شيخ الله بشرف. إيه لا هذا هو 1700، كل ما بلغوا 1700 أعضاءنا، بس مو قليلة. 1700 موظفين بالسفارة المصرية؟ لا بس الهيئة العليا طبعا، ذولاك ما يتصلون. إذا الهيئة العليا إذا لا لا ذولاك ما يتصلون، الاتصال إن للقيادة. إذا القيادة موظف بالسفارة المصرية، المهم إيه إحنا نعتبر هذه قيادة من تنفذت محاولة الاغتيال. أنتوا شنو يعني صار إحباط عندكم؟ شلون؟ من نفذوا البعثين محاولة الاغتيال؟ كملنا، عرفناها فشلت، وظلينا كابنين
نخشى أن يتطرق أن يوصلكم الخطر وخطأنا تعدانا بعدين. إيه وقلت لك بواسطة هذا الرجل خليل تخطأنا. إيه على أي حال تعاوننا تعاون قومي ما كان مع ذات مصر مع جمال، بدليل من إجا السادات بدينا نسبه ونعارضه ونشهر عليها وأصبحت علاقتنا منتهية. كل الحركات القومية بالعراق انقطعت علاقتها بالسفارة بس المصر. أنا ما شفت واحد منكم أحيل إلى محكمة الشعب. نعم ما شفت واحد من الرابطة القومية أحيل إلى محكمة الشعب. لا أحيلوا وحكموا. منو ذول العزاويين؟ اثنينهم الأخوة. لا أنتم القيادة الأساسية. لا لا وفارس ناصر الحسن قيادة الرابطة. أنت فارس ناصر حاله مو قلت لك ذولك شردوا وشام الشاوي شرد وانت وعدنا انت من حماك اخفاني خليل ابراهيم حسين اخفاني اي من القياده اي واما هلال ناجي وخالد الضايع مشوا للبعثين طلعوا من عندنا من كيفهم وراحوا انضموا للحزب البعث. زين انتوا كقوة قوميه ما كان الافضل ان تتخندقوا بخندق واحد ضد ضد اليسار اللي كان يعني الشيوعيين والكل؟ هذا نادينا هذا ما صار بيننا. احنا نادينا اليه اردناه وانا بالذات توليت الدعوه دعيت الاحزاب الاخرى وصارت مؤتمرات ما نجحنا بها. البعثيين كان جوابهم تعالوا تسبوا للبعث. اقول لك البعثيين كانوا يقسون عليكم اكثر من قسوتهم على الشيوعيين ويحتون علينا هوايه يقسون عليكم قسوتهم اكثر. اي هذه ما يدرون حركه قوميه غيرهم. البعثيين يردون الاحتكار التحرك القومي. زين ليش هم توسعوا وتمددوا وانتم تحجموا؟ لان هم البدوا البدايه كانت منهم لقفوا العناصر القويه قبل ما نبدا احنا. سبقونا بمده طويله سنه 52 فقبلنا بست سنوات ولذلك مو بس انتم الناصريين وحركه القومي العرب وهم سابقين قلت لك حتى حزب الاستقلال اللي قبلهم هم نزعته قومية مثل حزب كلاسيكي مو حزب قائم على عمال وطلاب حزب ذوات لذلك فشل كلاسيكي ما بي تنظيم. البعث بدأ بتنظيم شفتي شلون الحزب بدأ بتنظيم حزب البعث هسه للتاريخ انت بعد كذا سنة منو أكثر الحركات القومية نضجا ونقاء وفاعلية وحده نضجا منه؟ والله انا الشيء الغريب طروحات البعثيين قبل مجيئهم تغري وكنت مصدق بها. اسمع كلامك اصدقك ولكن بعد مجيئهم للحكم التصرفات كانت خلاف هذه الطروحات 100%. اهتموا بالثراء وبناء القصور الضخمه هاي لاحقا هاي بعد ما حكموا يعني. اذن اصبحت المبادئ عباره عن حصان موصل إلى الرغبات النفسية وإذا بالأقارب من عريف يصير فريق بالجيش من مأمور مركز يكون وزير داخلية من مأمور مخزن يصير محافظ في الحلة. إيه هو المعيار السياسي دائما انت هو قبلها كانت المبادئ مقبولة النظرية المجردة كانت حلوة ومقبولة وبها استساغة دعوة للأولا دعوة إلى وحدة العرب دعوة إلى الحرية دعوة إلى الاشتراكية. زين أنتوا ليش ما تحالفتوا مع حركة القومي العرب؟ القوميين العرب باسل الكبيسي جورج حبيش عبد الله النصراوي شخصيات يعني من تالي عبد الله وغيره من تالي إيه هم إحنا وياهم تكاد نكون متزامنين بس هما سبقونا بفترة قصيرة. شنو الخلافات بيناتكم يعني؟ ماكو وضحت لك الخلاف. احنا ارتباط مباشر بحكومة الجمهورية العربية وهم لا يأيدوها يأيدون مصر ويأيدون جمال عبد الناصر. اكثر استقلالية منكم عن مصر اكثر هذا الفرق. هذا احنا الشيء اللي ثبته عدنان لا يمكن لأي وطن مجزأ الى دول ان يتوحد ما لم تكن احدى هذه الدول قاعدة وانطلاقة لهذه الدعوة وأن الرئيس في تلك الدولة قائد ذيك الدولة يسير في هذا المسار وهذا المدار وهذه المصادفة جاءت بعبد الناصر في مصر. زين هل سبق وأن مصر كلفتكم بأعمال
سفارة كلفتكم بأعمال عسكرية أمنية بالعراق؟ لا، تطلب من عندنا فقط مواقع الجيش، الضباط من ينتقلون من مكان إلى مكان، شخصيات الوزراء أولياتهم، تربيتهم، انتساباتهم شنو، أصولهم العرقية شنو، وتكتبوها لهم؟ نكتب لهم ونتحراها بدقة، انتفاعاتهم، من هو النزيه من غير النزيه، يطلبون عندنا هذه الأشياء، من هو الميال إلى الجوانب العاطفية، خل أقولها بصراحة يعني الميال إلى الفتيات، من ال من ال منو كان ميال الفتيات؟ من المسؤولين، عرفت؟ إيه يعني على شاكلة ماجد أمين وأنت حاط إيدك مثلا. إيه من هم الأقارب الذين تولوا مسؤوليات من أقارب الذين تولوا مسؤوليات كبيرة كوزير الداخلية، له أقارب تولوا مسؤوليات وزير الدفاع وهالمجرة. بس أستاذ عاد خلينا نكون واقعيين، كان فترة حكم عبد الكريم قاسم بكل رموزه السياسية كان أكثر نقاء من الناحية المالية ومن ناحية الذمة، وهذا أكدناه إحنا، أكثر فساد من الحقب القومية، هذا أكدناه. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، صحيح، من عبد الكريم نفسه الى المسيح، وعبد الكريم لنفسه ما حاز شيء ولا حتى الفريق، ولكن حتى الفريق السياسي وياه. ولكن انا اعرف احد من صديق شنشل كان مثلا، انا اعرف احد اصدقائه انطى مقاوله ربحها بها 3 ملايين وهي مدينه الطب، مدينه الطب قبلتها شركه امريكيه ب 7 ملايين باوند، هو 7 ملايين دينار عراقي، يعني كان دينار عراقي مهم ترى، يساوي 3 دولارات. شنو الطهية صفقة بينه وبينه يعني؟ شنو تشوف؟ لا شنو الطهية؟ هو الإعلان والحكومة غير مسؤولة بإعطاء لمن يعطي العطاء الأقل. أكو شخص يحبه هو، مسجل نفسه سجل مقاول وكذا وهذا، أنطاه ذاك بعشرة. ليش ما أنطاه الأخو حامد كان كائل؟ لا أبو بخو هو ينفع، هذا أخوه فضيحة صير، وهذا الشخص صديق. وهذا تعتقد نطل عبد الكريم قاسم فلوس؟ لا أبدا، محبة، أنا أحبك وأذا نفعك. هذا قاعد بهالغرفة والشركة هنا مقاول ثاني، وصارت الشركة الأمريكية أخذت مدينة الطب. من هو هذا؟ ما أدري أطرق لا هذا تاريخ إحنا ما له علاقة صار. لا إذا اسمح لي على كل إن هذه أكو فد مرحبة مع بعض أقاربه، وصادف مرة غلطت تعشيت ببيتها بعد ما أقدر أجيب اسمه. إذا انتهت ساعة، عندنا ساعة أخرى في بعض المحطات المهمة وهي كثيرة في مسيرة وحياة الأستاذ عادل فرعون. مشاهدي الكرام، شكرا لإصغائكم، نتواصل معكم في حلقة أخرى مع ضيفنا الأستاذ عاد تكليف الفرعون.